انا حضرتك دفعه 1990. انا كنت اقعد بالاسابيع من غير حمى. اوعى يا باشا تفتكرنا من اللي بيركبوا التكييف. حتى السور فتاح اللي بقاله 7 سنين متجوز وبيخلفش. يا اختي افتكر ان نموذج الجندي اللي حارب وعبر ده لسه موجود وفي منه في السكنات. افندم ده احنا اللي اتقالنا افندم. تبقى انت ولا مؤاخذه لابني 60 كلب. وانت زيت اسم الشرطه وانت عارف ان الشرطه في خيمه الشعب. من المساحه الامنه بتاعتك 3 متر والعنصر اللي اتخطاه حط له الطلقه بين عينيه. انا مش مهم معليك بس سلاحي الشخصي برقبه 10 من عينات حضرتك. من غير رتبه تمسح انت جزمناد يا عزيز. ثم انت يا باشا بقى بصراحه سلخنا تريقه. يا باشا احنا دم افسادنا قبل ما يتركوا الفساد. كلنا قلنا في نفس واحد مش هنقدر. لا 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 استحالة ندرك. وانت مختار تموت بمزاجك. انا بموت انه غصب عني. اعمل نفسك ما سمعتش. وقال ايه؟ شريف اقعد الله يخرب بيتك. انت عارفين ازاي؟ عرفتك ازاي يعني من شكلك طبعا. انت بتعمل ايه هنا؟ من عناية يا شبح. وعارف شكلك؟ لا. امال بتستخبى ليه؟ لا انا بس باخد احتياطاتي. يا سلام. اه والله. اوعى تصدق اللي تشوفه وتسمعه حتى لو كنت انا اللي قايله. Thank you.